الفرصه الدفاعيه عاديه بحكم كان نوزل جميع الفرق بطريقه محترمه وكنحترموا جميع الخصوم ديالنا. كنا في المباراه امام شباب خنيفره شباب اطلس خنيفره ما عندكمش مقابله سهله بحكم لا الفريق الخنيفري ولا الفريق الجديدي وصلوا الربع النهائي ماشي لقاو طريق فرصه ورود او مقابله سهله. فاحنا لقينا المباراه الاولى امام اولمبيك اسفي، الثانيه خارج الميدان، الثانيه امام الجيش الملكي كذلك خارج الميدان واللي ما كانش مقابله سهله. الفريق ديال خنيفره كذلك قصى فروق القسم الاول وقصى وصف البطل ديال الكاف اللي هو بركان، وكذلك اقصى الزمامره اللي خسات البطل ديال سوبر كوب اللي هو الرجاء. يعني فما يكونش عندنا خصم اللي هو سهل، خصم اللي استانس بالمباراه ديال الكاس وكيعرف يجيرها وما غيجيش لنا اللعب ديال باش النزاع. وحنا كنعرفوا المسؤوليه تاعنا وكنعرفوا بان الجمهور ديالنا كيطالبنا اليوم اكثر من اي وقت باش نمشيو بعيد في الاقصائي ديال الكاس، وحنا عازمين ان شاء الله باش ورقه التاهيل تبقى هنا في الجديده.